مرحب، فيديو جديد هو سلطة المفتول. المفتول هو من الأكلات المشهورة بلبنان، بالأردن، بسوريا. يصنعوه هم، يسووه هيجي مثل الدعابة الصغار، متوفر بالأسواق العربية. هذا الباكس مالته مفتول بلدي، يعني كلش كانوا يستخدموه قبل بالوصفات، يسووه مثل البرغل ويا الدجاج ويا اللحم. المهم 3/4 الكوب من المفتول ويا 1.5 كوب من المي المغلي. على طول المي ضعف المفتول، راح أشغل النار جوا حتى أغليه، أريده ينطبخ تماما. ملعقة صغيرة من ماجي خضرة، ما متوفر خلو ملح يصير، ماكو مشكلة. يعني هذا الماجي خضرة اللي استعمله حتى تشوفون، متوفر بالأسواق العربية. هنا رشة من الكمون، شوية زيت زيتون على مود لا يلزق واحد بالاخ. اخليه يغلي ينطبخ على ما يبدي ينشف المي مالته شوية، يبقى مي بالقاعية بس. وضوقوه شوفوا انطبخ لو لا، لازم ينطبخ هيجي، هذا شكله. هسه شو اسوي؟ اخليه جوا المي بالمصفات واغسله بالمي البارد، اريد يوقف الطبخ على هذا الحد، وادخله الثلاجة يبرد. حبة كرافس كاملة، 4 حبات بصل اخضر، هذا بصل احمر، شويه بقدونس، شويه كزبره خضراء، فلفل الوان، كميه الخضره اللي تحبوها. شنو الصاص؟ هو عصير افندي، تانجرين، لالينجي نسميه بالعراق، وحده نص حبه ليمون، 1/4 كوب من الرمان، ملعقه كبيره من نعناع اليابس، وهذا جبنه بارمجان، هذا اختياري، 2 ملاعق كبار، و1/2 كوب من الحمص المسلوق المعلب الحاضر، وزيت زيتون. راح أثرم الخضرة وأرجع لكم. ثرمنا الخضرة كلها والمفتول برد بالثلاجة، وأضيف الخضرة. طبعا الخضرة تقدرون تزيدون كمية تقصون اللي تحبوه، تقدرون تضيفون أي نوعية فاصوليا، يصير وجبة كاملة لأهل الدايت. وراح أضيف كل المواد، الرمان والحمص النعناع والجبن، شو ما قلت لكم اختياري، تقدرون تبدلوها بفتا تشيز يصير. عصرت الليمون واللالينجي التانجرين والزيت بكيفكم، يعني انا راح اخلي 3 ملاعق كبيرة، تريدون اقل ازيد حسب الرغبة. زيت زيتون طبعا، رشة ملح، لا تخلون هواي، البرمجان بيها ملح، جبنة برمجان. وهسه نحرك، تدخل الثلاجة تبرد أكثر، أطيب طبعا. تقدرون تضيفون زيتون أسود بدون نوى يصير. وهاي عندي هاي المقطاطة، مشتريتها عفوا مو مشتريتها، جتيني هدية بصراحة، ما أعرف منين مشتريها، بس حلوة. نسوي فد، لأن أكيد راح يسألوني شلون سويتي هاي الوردة. وهاي المخطاطة تقدرون بالسكين يصير سووها هيجي، حلو التزيين، ينطي الطاقة الإيجابية شو ما يقولون. وهذا الشكل النهائي، طعمه كلش طيب. زيدون، تخلون شوية حدودة، هاد صاص يصير، زيدون الحامض يصير، خال بكيفكم. فكرة لكم، إن شاء الله عجبتكم. أشوفكم فيديوهات جديدة، لا تنسوني باللايك، اشتركوا بقناتي إذا حابين، أكون كلش فرحانة. جربوها كلش طيبة، مع السلامة.